بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم غالياتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وصفتنا لنهار اليوم كما راكم تشوفوا حلوة في السنيوة بزوج طبقات من أروع ما يكون، بدون فرينة بدون زبدة، وصفة جد اقتصادية والأهم أنه تقطع كمية كبيرة. هذا الوصفة قد ما نشكرها لكم وقليل في حقها، ثم تحضروها يعني مدة نصف ساعة حبيبتي وانتي حضرتيها وتتمتعي بأروع حلوة في السنيوة ولا الكاس الكذاب. تبعوا معايا برك معايا حبيبتي لا فيديو من الاول للاخير باش تستفادوا من الوصفه ان شاء الله، واكيد رايحه تعجبكم. نقولوا بسم الله. عندي زوج بيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ، عندي ملعقه صغيره تاع الفانيلا مع رشه الملح، عندي هنايا نص كاس تاع سكر حبيبات ولا السكر العادي سعه الكاس 220 مليلتر. جبت هنايا الضراب الكهربائي ونبدا نضرب جيدا في الخليط حتى يبيض معايا، واللي ما عندهاش الضراب الكهربائي تروحي معها حبيبتي غير بالعقل بالفوي حتى يبيض معاك. هكذا حبيباتي، بعد ما طلع لي يعني الخليط تاعي وتحول الى اللون الابيض، نحتاج هنايا نص كاس تاع زيت نباتي كما راكم تشوفون، نفس الكاس المستعمل اللي هي 220 ملي لتر. هذه الوصفة حبيباتي قد ما نشكرها لكم وقليل في حقها، بالطبقات يعني تخرج من أروع ما يكون، مرافقة للعصائر إذا كانت عندك ضياف ولا عرضة، ولا صدقيني حبيبتي راكي رايحة تحمري بها وجهك، يعني أي مناسبة تقدروا كذلك حبيباتي تعتمدوها كمشروع رايح يكون جد مربح. نضربه مليح مليح كما كنتوا تشوفوا. بالنسبة للزيت راني كنت ضفتها على دفعات، يعني كما تعودنا اي حاجه تكون فيها الزيت نضيفوها على دفعات. وهنا يعني تنحيت هذاك الباتر، جبت هنايا كاس تاع حليب يكون نوعا ما شويه دافي، خلطت مليح مليح بالفوي بهذه الطريقه. ونروحوا هنا حبيبتي للنواشف. عندي هنايا زوج كيسان ونص تاع بسكوي، اي بسكوي متوفر عندكم في البيت، ترحيوه صوابي مولا اي نوعيه توفرت عندكم في الدار، يعني ما حبيتش يعني نخصص لكم نوعيه معينه. واش كان عندكم في الدار اي بسكوي متوفر عندكم ترحيوه في الاشوار وديروا زوج كيسان ونص. عندي هنايا كاس تاع كاوكاو محمص ومطحون، وعندي زوج اكياس خميره الحلوى وزن الكيس الواحد 10 غرام. كما راكم تشوفوا خلط كلش مع بعضه، طريقة جد سهلة حبيبتي، نص ساعة وانتي كملتيها تتحصلي على كمية كبيرة حلوة راقية جدا بزاف بنينة. قد ما نوصف لكم البنة تحاسد تقوني ما رايحاش نوفيها حقها، وغير اللي جربت هذا الوصفة راهي رايحة تعرف واش راني نهضر. نخلط كما راكم تشوفوا كلش مليح مليح بالفوي بهذه الطريقة، كما كنتوا تشوفوا ما فيهاش زبدة ما فيهاش فارينة، يعني وصفة رائعة جدا. شوفوا هنا القوام تاعها كيفاش راهو. نجيبوا هنايا بلاطو يدخل الفرن، بالنسبه للبلاطو تاعي 30 على 24 سنتيم. فرشت له البابي كويسون ولا ورق الزبده، هنا فرشت له غير نصف الخليط فقط، ولا عفوا فرغت له نصف الخليط فقط لاني رايحه نطيب على دفعتين يعني زوج طبقات. فرغت نصف الكميه الاولى ونطرحها مليح بالمغرفه كما راكم تشوفوا. بالنسبه للفرن يكون مشعل مسبقا على درجه حراره عاليه. كي ندخلوا البلاطو تاعنا نردو درجه الحراره متوسطه، البلاطو تاعنا راح يكون في الرف اللي في الوسط، ونخليوه يطيب في غرضه. ما رايحش تشد لكم يعني وقت كبير في الطياب، ما شعلتلهاش خلاص من الفوق يعني طابت لي غير من تحتها وزادت حمارت لي يعني في السخانه هذيك تاع الفرن. شوفوا هنا حبيبتي راها طريه راها خفيفه، واش نحكي لكم رائعه رائعه جدا. طيب الطبقة الأولى ويعني فوت الطبقة الثانية كذلك. الطيب رحت هنا حبيبتي عندي كاس ونص بودرة لاشانتيي، يعني الكيل هذا دالي كاس ونص بودرة لاشانتيي. هنا حبيبتي سمحوا لي كان يعني ما كنتش نصور ما فقتش حتى وين فقت في هذه المرحلة. كاس ونص بودرة لاشانتيي ضفت لهم كاس ونص تاع حليب يكون بارد بزاف، وضربت مليح مليح بالباتر كما راكم تشوفوا حتى يعني تحصلت على لاكريم شانتيي تاعنا، جات ثقيلة جات كذلك بنينة رائعة جدا. احرصوا ان الحليب تاعكم يكون بارد مليح باش تطلع لكم بكل سهوله. نهاي لكم بالنسبه للطبقه التوعي، هاو لكم هنا الطبقه الثانيه، هاي لكم الطبقه الثانيه بعد ما كنت خرجتها. ضروري حبيبتي الطبقه تاعكم بعد ما تطيبوهم تخليوهم يبردوا مليح مليح، يعني تدخلوهم للثلاجه ربع ساعه 20 دقيقه حتى لنص ساعه. ونروحوا هنا حبيبتي للمونطاج تاعنا، لازم تخليهم يبردوا شويه يعني لانه رايح نديروا لهم هذيك الطبقه تاع لاشونتي. نجي هنايا حطيت هذيك الطبقه الاولى نحيت لها ليشيت حاجه خفيفه فقط، لانه هذا الاطراف والله هذا ليشيت رايحه نزين بهم الحلوه تاعي من الفوق.
نحي وقيسها كأن سنتيم فقط، يعني بتنحيوش كمية كبيرة كما راكم تشوفوا. بالنسبة لطبقات خفيفة خفيفة قد ما نشكرها لكم وقليل في حقها. برك حبيباتي نتمنى ان شاء الله تجربوها، تكون عندكم هكا حفلة مناسبة، ان شاء الله حفلات النجاح تاع وليداتكم مناسبتكم افراحكم، صدقوني رايحين تفرحوا بها وجهكم. قلبتها كما كنتوا تشوفوا، نحيت هذاك لو بابي كويسون، راح يتنحى معايا بكل سهولة. بالنسبة لهذيك لا شونتيي ولا كريمة الشونتيي درتها في لابوش هكا باش تجيني الخدمة سهلة ونقية، ونجي هنايا ندير يعني خطوط كيما راكم تشوفوا هكذا بلا بوش، الخدمه تجي بزاف بزاف سهله ونقيه، وراكم رايحين توزعوا طبقه من لاشونتي تكون طبقه متساويه. نجيبوا هنايا الموس كيما راكم تشوفوا، ونبداو يعني الليسي بحاجه خفيفه فقط. وهنا دريت لها شويه تاع الكاوكاو كذلك محمص ومطحون. الكاوكاو حبيباتي فوق الطبقه تاع لاشونتي صدقوني واحد البنه من اروع ما يكون. وهاي لكم هنا حبيباتي بعد ما رشيت لها يعني شويه تاع كاوكاو، بالنسبه للكاوكاو لكم الحريه، انا حبيت حاجه تكون اقتصاديه، واللي عندها يعني جوز ولا اي مكسرات توفر عندك حبيبتي اديريهم مع، يعني راح تكون كذلك روعه روعه. جبت هنا هذيك الطبقه الثانيه كذلك، نحيت لها هذوك لي شيت كيما الاولى وقلبتها كيما كنتو تشوفوا، خدمه سهله بالبزاف. ونجيب كذلك كميه لاشونتي، لازم تقسموها على اثنين يعني تقسموها سور دو. هنا الطبقه الثانيه كيف كيف بنفس الطريقه بلا باش نبدا نوزع فيها هكا باش تكون طبقه تكون متساويه. حبيبتي اللي لحقتوا معايا لهذا المرحله فضلا وليس امرا، ادعموا لي لا فيديو بهذيك اللايك، ربي يحفظكم ربي يحلي لكم ياماتكم ان شاء الله يا ربي. واي وحده زارتني جديده في هذا لا فيديو نقول لك حبيبتي خلي لي هذيك الابوني ربي يحفظك، ما كيش رايحه تندمي. ضربي طلع على قناتي، واذا عجبك وصفاتي ادعميني بهذاك الاشتراك، انتي تستفادي وانا نستفاد معك، صدقوني ماكمش رايحين تندموا اذا اشتركتوا في قناتي. هنا بعد ما كنت يعني درت الطبقه هذيك تاع لاشونتي من الفوق وليتها مليح بالموس كيما كنتوا تشوفوا، جبت هذوك لي شيت كنت يعني هكا فتحتهم غير بيدي فقط هكا يجوا مدششين كيما راكم تشوفوا، ونبدا يعني نديرهم كطبقه اخيره. الحلوة تاعنا راقية جدا قد ما نشكرها وقليل في حقها. برك حبيباتي نتمنى ان شاء الله تجربوها كيما العادة، وتبعثوا لي تطبيقاتكم على صفحتي على الفيسبوك. اللي حبت تبعث لي اي تطبيق قولك حبيبتي الصفحة تاع الفيسبوك لمسات ام سراج الدين الشاوية، نفس الفوتو بروفيل. هنا كذلك درت رشة خفيفة من كاوكاو كذلك محمص ومطحون، يعني كميه قليله ولي ما عندهاش تقدري حبيبتي تستغني عليها. وهنا سوبودريت لها حوالي ملعقه فقط تاع السكر غلاس. بالنسبه للحلوه هذه صدقوني حبيباتي الحلاوه تاعها جد معتدله، يعني ما راحش تقول بلي تجيكم حلوه ولا الحلاوه تاعها راهي هذيك هي سوا سوا، لانه في الاول يعني في الخليط تاع الكيك تاعنا درنا فيه غير نص كاس تاع سكر، راهي ناقصه حلاوه مع هذيك لاشونتي مع السوبو دريت لها كميه قليله من الفوق تاع السكر غلاس، يعني الحلاوه تاعها جات متزنه 100%. كما راكم تشوفوا حبيبتي شوفوا لي هذوك الطبقات الرائعه جدا. نقسم حبيباتي معاكم الحلوه تاعنا، بالنسبه للقسيم تاعها تقسموه على حساب يعني المرصوات كيما تحبوا نتوما، انا درت دي مرصو هكا كبار مربعات يكونوا كبار، وانتوما تقدروا تصغروا فيهم تقدروا تقصوهم كيما درت انا، لكم الحريه. وبقاو معايا حبيباتي نهايه يعني لا فيديو، راح تشوفوا معايا هذاك المرصو كيفاش نرفدو معاكم، خرج من اروع ما يكون. طبقات كذلك تاع الكيك مع لاشونتي جاو متجنسين جاو متحوفين الله يبارك، فقط حبيباتي تقيدوا بلا بليزاسيوس اللي كنت عطيتهم معاكم، راح تخرج معاكم من اروع ما يكون. نرفد هنايا معاكم مرسو كيما راكم تشوفوا، تحصلت على 12 مرسو، الحجم تاعهم كبير الله يبارك. صدقوني هذا الحلوى رايحه تغنيكم على الباتيسري، انواع لي كيك الباتيسري اللي طارت واش نقول لكم، البنه تاعها خياليه. برك نتمنى ان شاء الله كامل تسيوها وتجربوها، وتبعثوا لي يعني تطبيقاتكم ولا تخليوا لي ارائكم في التعليقات. نقسم معاكم تشوفوا الخفه تاعها، البنه رائعه جدا. نتمنى حبيباتي غاليتي وصفتي لي نهار اليوم تكون عجبتكم، ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو، تخليوا لي تعليقاتكم المحفزه كيما العادة، وتشتركوا لي في القناة وتفعلوا الجرس باش تتوصلوا بجديد الوصفات. مبقى لي غير نقولكم تهلاو لي في روحكم، نتلاقاو ان شاء الله في عدد اخر وفي وصفات اخرى، ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.